السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة في الله، لازلنا مع أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، نسمع ألفاظها ونجتني من ثمار معانيها، حيث نشرح شرحاً ميسراً لأحاديث الأربعين النووية. واليوم نحن مع الحديث الثالث من هذه الأحاديث، فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر مباني الإسلام، وأول ما يخطر على البال هنا: لماذا ذكر الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث، مع أن ما فيه قد تقدم في حديث جبريل عليه السلام؟ وهذا الكتاب متن مختصر، فلماذا ذكر الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث؟ الظاهر والله أعلم أنه إنما ذكر هذا الحديث ليفسر المراد بالإسلام في حديث جبريل، فإن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلى آخره. فلعل من يسمع ذلك يظن أن هذا هو كل الإسلام، فجاء بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ليبين أن المقصود بالإسلام في حديث جبريل الأركان، الدعائم، المعالم الكبرى، فهذا تفسير للمقصود بالإسلام في حديث جبريل عليه السلام. وقال بعض أهل العلم إن هذا الحديث في بيان أهمية أركان الإسلام، ولذلك ذكره الحافظ النووي رحمه الله عز وجل. بني الإسلام، بني، قال العلماء: البناء يكون للشيء المحسوس، مثل المسجد ومثل الدار. وقرب النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المعنوي بالشيء المحسوس. بني الإسلام، الإسلام أي الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما جاء به الأنبياء عليه السلام إسلام، كل ما جاء به الأنبياء عليهم السلام إسلام، ودين الأنبياء واحد وشرائعهم شتى. لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إذا أطلق الإسلام فهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين صدقوه هم الذين يسمون مسلمين. فلا يسمى اليهودي اليوم مسلما، ولا النصراني مسلما، وإن كان يزعم أنه يتبع موسى عليه السلام وما جاء به موسى عليه السلام، وذاك يزعم أنه يتبع ما جاء به عيسى عليه السلام. المسلمون
بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هم من صدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن بني الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم على خمس، قال العلماء يعني على خمس دعائم، وقال بعض أهل العلم يعني خمسة أركان، والمعنى متقارب. والركن هو جانب الشيء الأعظم. طيب، هل يقوم البناء إذا انهدم ركن؟ قال العلماء الركن إذا فقد إما أن يسقط البناء وإما أن يضعف. الركن إذا سقط إما أن يسقط البناء وإما أن يضعف. المعلوم يا إخوة أنه لو سقطت الأركان كلها سيسقط البناء يقينا، لو سقطت الأركان كلها سيسقط البناء يقينا. أما إذا سقط ركن واحد فقد يسقط البناء إذا كان هذا الركن هو الركن الأعظم، وقد يضعف البناء يصبح قابلا للسقوط ضعيفا، وهكذا في هذه الأركان الخمسة. إذا فقدت الشهادتان فقد الإسلام بالإجماع. إذا فقدت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد الإسلام. وأما بقية الأركان إذا فقد واحد منها مع وجود الشهادتين فمحل خلاف بين أهل العلم إذا كان فقدها عن كسل مع صحة الاعتقاد. ما معنى هذا الكلام يا إخوة؟ من لم يعتقد أن الصلاة واجبة فليس بمسلم باتفاق المسلمين. الذي يقول الصلاة حرية شخصية، الذي يحب أن يصلي يصلي والذي ما يحب أن يصلي ما يصلي، ما هي واجبة، هذا ليس من المسلمين. الذي يعتقد أن الزكاة ليست واجبة يذهب إسلامه، ليس من المسلمين. الذي يعتقد أن صوم رمضان ليس واجبا وإنما حرية شخصية، الإنسان بالخيار، فهذا ليس من المسلمين، يذهب إسلامه. الذي يعتقد أن الحج ليس واجبا على المستطيع، هذا ليس بمسلم، يذهب إسلامه. أما إذا كان يعتقد وجوبها ولكنه لم يفعل، كسلا، لم يصلي، لم يصم، لم يحج، لم يزكي، فهذا اختلف فيه السلف. بعض السلف يرون أن من ترك العمل بركن من هذه الأركان الأربعة بعد الشهادتين تهاونا وكسلا يكون كافرا. لكن أكثر أهل العلم على غير هذا، والراجح عندي والله أعلم أن من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً طول عمره لا يكون مسلماً، بل يكون كافراً، يسقط إسلامه. الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، ومن قطعها قطع الصلة. وهذا ذكر بعض العلم أنه من أسرار فرضية الصلاة فوق السماوات ليلة المعراج، أن الإنسان يرتفع بها إلى الله ويصل بها ربه سبحانه وتعالى ويتصل بربه، فإذا فقدها فقد الصلة. والأدلة على هذا كثيرة والمقام لا يتسع لذكره. أما بقية الأركان إيتاء الزكاة والصوم والحج، من تركها تهاوناً وكسلاً لا يخرج من الإسلام،
ولكن يضعف إسلامه ويكون إسلامه ضعيفا. معاني ما في الحديث تقدمت معنا في حديث جبريل عليه السلام، لكن تلحظون هنا إخوتي الأكارم أنه في هذا الحديث الذي ذكره النووي قدم الحج على الصوم، قدم الحج على الصوم، وأكثر الأحاديث التي فيها أركان الإسلام ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا فيها تقديم الصوم على الحج، بل أن ابن عمر رضي الله عنهما روى هذا الحديث: بني الإسلام على خمس، أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. فقال له رجل: والحج وصوم رمضان؟ فقال: لا، صوم رمضان وصوم رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عمر رضي الله عنهما في رواية أنكر على الرجل أن يقدم الحج على الصوم. فماذا نفعل في هذه الرواية التي معنا التي فيها تقديم الحج على الصوم؟ بعض أهل العلم قال: هذا من تصرف الرواة، من تصرف الرواة، والواو لا تقتضي الترتيب، فأحد الرواة قدم الحج على الصوم، وليس هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه، وهذا قول. وبعض أهل العلم قالوا: ابن عمر رضي الله عنه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج على الصوم، ومرة بتقديم الصوم على الحج، يعني سمعه في مجلسين، فرواه هكذا ورواه هكذا. طيب لماذا أنكر على الرجل؟ يقال إنه عندما رواه هناك كان يروي الذي سمعه في المجلس الذي فيه تقديم الصوم على الحج، فلما قال له الرجل الحج وصوم رمضان أنكر عليه لأنه يروي الرواية الثانية. وبعض أهل العلم قال: الأحاديث التي فيها تقديم الصوم على الحج من باب الترتيب بزمن الإيجاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا من باب الترتيب بزمن الإيجاب. والمعلوم أن الحج فرض بعد صوم رمضان، يعني أيهما أسبق في الفرضية على الأمة، الصوم أو الحج؟ الجواب بالاتفاق الصوم. إذن الترتيب عندما نقدم الصوم على الحج بالنسبة لزمن الإيجاب، بزمن الإيجاب. وعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الحج على الصوم بالنسبة لأفضلية العبادة، بالنسبة لأفضلية العبادة، الحج أفضل من الصوم، فكان التقديم بالنسبة للأفضلية. إذن على هذا وهو أقوى ما يكون عندي، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وذكر هذا، ووجه تقديم الصوم على الحج بالنسبة لزمن الإيجاب، ووجه تقديم الحج على الصوم بالنسبة لأفضلية العبادة، بالنسبة لأفضلية العبادة. بعض أهل العلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بترتيب الأجناس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في القلب واللسان والعمل. الصلاة عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية،
طيب لو قلنا الصوم سنرجع إلى العبادة البدنية، فأخره النبي صلى الله عليه وسلم فذكر العبادة البدنية التي هي الصلاة، ثم ذكر العبادة المالية التي هي الزكاة، ثم ذكر العبادة التي تجمع الأمرين بدنية مالية وهي الحج، ثم ذكر الصوم الذي تقدم جنسه في الصلاة. واضح يا إخوة؟ يعني هؤلاء يقولون ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الأجناس، أراد أن يرتب الأجناس، عبادة بدنية الصلاة، عبادة مالية الزكاة، عبادة بدنية مالية الحج، ثم ذكر الصوم الذي هو من نوع الجنس الذي تقدم وهو الصلاة. وهذا قول له وجه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث ومعانيه وفوائده قد تقدمت معنا. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم جليل فيه عبرة عظيمة للمؤمن. يقول فيه ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن وجاءت روايات بالفتح أن، وأن هي الأصل المناسب لحدثنا، لكن إن جاءت في الروايات الصحيحة فتكون على حكاية التقدير: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحدكم، تقدير القول فقال إن أحدكم، إن أحدكم يعني إن الواحد منكم يا بني آدم، إن الواحد منكم يا بني آدم، يعني الخطاب للصحابة بجنسهم لا بأعيانهم، بجنسهم يعني أنهم من بني آدم. إن الواحد منكم يا بني آدم يجمع خلقه، يجمع يعني يضم ويخلط، وخلقه معناه ما يخلق منه، خلقه بمعنى ما يخلق منه. إذن أنت أيها الإنسان ما تخلق منه يضم ويخلط، وفي هذا بيان أن ماء، الماء الذي يخلق منها الإنسان مكون من اثنين: ماء الرجل وماء المرأة، فيضم ماء الرجل وماء المرأة ويخلطان في رحم الأم، هذا معنى يجمع، يضم ويخلق. خلقه يعني ما يخلق منه، المادة التي يخلق
منها، وهي ماء الرجل وماء المرأة في بطن أمه، يعني في رحم أمه، 40 يوما نطفة. أصل النطفة يا إخوة الماء الصافي الذي لم يداخله شيء، الماء الصافي الذي لم يداخله شيء. والمقصود أن المادة التي يخلق منها الإنسان تبقى مخلوطة في الرحم صافية لا يدخلها شيء، مجرد ما اجتمع مع ماء في الرحم مدة 40 يوما. ثم يكون علقة مثل ذلك، يكون علقة، العلقة هو الدم الذي لم يتجمد، الدم الطري، فيكون دما، يتحول من ماء إلى دم طري في الرحم مثل ذلك، يعني 40 يوما. ثم يكون مضغة، والمضغة قطعة اللحم مثل ذلك، يعني 40 يوما. في هذه 40 الثالثة يا إخوة يتحول الدم إلى قطعة لحم، ثم يتخلق الإنسان في نفس 40 الأخيرة. عندما يبدأ في 40 الأخيرة التي هي بعد 80، يبدأ في التخلق والتكوين، فتتكون العظام ثم تكسب اللحم في خلال 40 يوما. وهذا يترتب عليه أحكام. مما يترتب على ذلك من الأحكام، هل يجوز إسقاط ما علق في الرحم إذا لم يتجاوز 40 يوما؟ يعني يا إخوة، رجل أتى أهله بعد 2 أسبوع، بعد 3، اكتشفا أنها قد علقت وصارت حامل، هل يجوز إسقاط ما في الرحم؟ أكثر أهل العلم يقولون يجوز. لماذا يجوز؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه نطفة، أي ماء، والماء يجوز إلقاؤه عن الرحم بدليل العزل، دليل أن الرجل يجوز يجامع أهله، فإذا أراد أن ينزل يعزل عنها، قالوا فهو مجرد ماء. لكن الراجح والصواب في هذا أنه لا يجوز إسقاطه إلا للحاجة، لا يجوز إسقاطه إلا للحاجة، مثل امرأة تتناول أدوية ولا تصلح مع الحمل، أو يعني كانت حديثة عهد بولادة أو نحو ذلك، يجوز إسقاطه ما دام لم يصل إلى 40 يوما. أما إذا تجاوز 40 يوما إلى ما قبيل نفخ الروح فلا يجوز إسقاطه إلا للضرورة. قال الأطباء في وجود الحمل خطر على المرأة، يمكن أن تموت، وشهد بذلك 3 أطباء، يجوز إسقاطه، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. هذا حكم يترتب على هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. مما يترتب على هذا أن المرأة إذا أسقطت الجنين بعد أن بلغ 80 يوما، يعني أكمل 80 يوما ودخل في 81، أو ظهرت عليه آثار الخلقة، بدأ يتكون، فإنها تكون نفاساً،
والدم الذي ينزل دم نفاس. لكن لا يكون ولادة، ما يكون هذا ولدا، لكنه نفاس، تترتب أحكام النفاس. لا يكون ولادة إلا إذا نفخت الروح. طيب، ثم يرسل إليه الملك. من لطف ربنا بنا أن الله يوكل ملكا بالجنين في بطن أمه. من أول ما يكون نطفة، فيقول الملك: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. هذا الملك موكول بالجنين في بطن أمه. طيب، عندنا مسألتان. جاءت بها الروايات. المسألة الأولى: متى تكون كتابة هذه الأمور الأربعة؟ لأنه جاء في بعض الروايات في الصحيح أن الملك يدخل على الجنين إذا بلغ 40 يوماً أو 45 يوماً أو 42 يوماً. فيسأل عن هذه الأمور الأربعة فيخبر بها وتكتب. وفي الحديث الذي معنا أن الكتابة تكون بعد أن يبلغ 120 يوماً. كلام طويل لأهل العلم، أذكر لكم ما أراه في المسألة بما يليق باختصارنا للشرح. الذي يظهر لي والله أعلم أن الملك الموكل بالجنين، وهو موكل بالجنين منذ أن يدخل الرحم، إذا بلغ الجنين 40 يوماً أو 42 يوماً يسأل الله هل هو ذكر أو أنثى. قبل ذلك هو مختص، علم ذلك مختص بالله سبحانه وتعالى، ما يعلم أحد هل هو ذكر أو أنثى. إذا بلغ 40 يوماً أو 42 يوماً في بطن أمه، سأل الملك الله عز وجل هل هو ذكر أو أنثى فيعلمه الله، فيعلم الملك هنا أنه ذكر أو أنثى. ويسأل عن هذه الأمور الأربعة التي سنتكلم عنها إن شاء الله، فيخبره الله بها فيكتبها عنده. هذا متى؟ إذا بلغ 40 يوماً أو 42 يوماً يكتبها الملك عنده. ثم إذا بلغ 120 يوماً يرسل الله إليه الملك فيدخل عليه الرحم وينفخ فيه الروح ويكتب هذه الأربعة الكتابة عليه. إذن الكتابة تحصل مرتين: مرة إذا بلغ الجنين 40 يوماً أو 42 يوماً، وهذه الكتابة بالنسبة للملك، والمرة الثانية إذا بلغ 120 يوماً ونفخت فيه الروح، وهذه الكتابة بالنسبة للجنين. هذا أدق ما قيل مما فيه جمع بين الروايات.
المسألة الثانية متى يتكون الجنين وتنفخ فيه الروح؟ ظاهر الحديث الذي معنا واضح جدا، إذا بلغ 120 يوما تنفخ فيه الروح ويكون قد تكون. التكون يكون في 40 الأخيرة بعد 80، لكن جاء في بعض الروايات الصحيحة ما يدل على أنه يكون في 40 أو في 42، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم وذهب إليه جمع من الأطباء. وأيضا في كلام طويل جدا لأهل العلم، لكن أذكر لكم خلاصته فيما يظهر لي. الذي يظهر لي والله أعلم أن الصبي يصور ويخطط إذا بلغ 40 يوما أو 42 يوما، تخطيط وتصوير، ترسم العين والفم والوجه واليدين والرجلين، يصور تصويرا، تخطيط. فإذا تجاوز 80 يوما يكون ما صور. العين خططت وصورت عندما بلغ 42 يوما، تكون وتخلق على هيئة التكوين، تخلق سابقا على هيئة التصوير، تخلق على هيئة التكوين إذا تجاوزت 80 يوما. الفم كذلك يخلق على هيئة التكوين فيتكون الفم واليد وهكذا. واضح يا إخوة؟ إذا فهمنا هذا تنحل عندنا المشكلة، لأن المسألة فيها إشكال كبير في كلام أهل العلم، لكن إذا فهمنا المقصود وأنه يمر به طوران، خلق تصوير للأعضاء وخلق تكوين للأعضاء، خلق التصوير والتخطيط ولله المثل الأعلى، مثل المخطط الذي يعمل للبناء. تصور العين وتصور الفم وكذا، وخلق التكوين هو الذي يكون بعد أن يتجاوز 80 حتى يكتمل عند 120. طيب، بناء على هذا متى يكون نفخ الروح؟ بعض أهل العلم بناء على ما تقدم قالوا يكون نفخ الروح بعد أن يصل 42 يوما، وبعض أهل العلم على ظاهر هذا الحديث الذي معنا قالوا إذا أتم 120 يوما، لأن قال ثم يرسل إليه الملك، وتقتضي الترتيب. وهذا الذي يظهر لي، أن الروح التي تكون بها الحياة تنفخ إذا بلغ 120 يوما. وهذا لا ينافي الحركة قبل ذلك، فالجنين قد يتحرك قبل ذلك وقد تشعر الأم بالحركة قبل ذلك، لكن ليس فيه الروح، ليست فيه الروح التي تكون بها الحياة فيصبح حيا يتغذى وينمو على هيئته. إذن لا يمنع أنه بعد أن يبلغ 40 يوما يتحرك، تبدأ في حركة، لكنها ليست حياة.
وإنما الحياة تكون بعد أن يتم 120 يوماً فتنفخ فيه الروح، والروح خلق من خلق الله لا يعلمها إلا الله، لكن بها الحياة. إذا دخلت الجسد فنفخت في الجسد دبت فيه الحياة، وإذا خرجت من الجسد سكنت فيه الحياة. وهي من أكبر الآيات التي فيها الرد على الملحدين الذين يقولون نحن ما نؤمن بوجود الله لأن ما نراه. هؤلاء يقال لهم أنت الآن وأنت تحرك فيك روح، هل تراها؟ كنت في بطن أمك فدخلت فيك، وأنت الآن الروح فيك، وبإذن الله تموت وتخرج منك الروح، هل رأيتها؟ ما تراها، لكنك تؤمن بها وتؤمن أنك حي وتؤمن أنها ستخرج منك. وهي دالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله عز وجل في المجلس القادم نكمل ما يتعلق بهذا الحديث العظيم الذي فيه آيات عظيمة وفيه أمور إيمانية جليلة سنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم في الأسبوع القادم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.